السجل الاجتماعي الموحد غادي يمكن نقللوا هذه الاخطاء باستهداف الاقصى. قانونيه مهمه جدا ضمن مرفق العداله لمواجهة الهشاشة الاجتماعية وكل أشكال العجز الاجتماعي. الصندوق يهتم أساسا بأداء النفقة ويحاول أن يحل محل العاجزين عن الأداء. كانت التعديلات شاملة اتجاهين، الأول هو توسيع الفئات المستهدفة، ما تبقاش غير المرأة المطلقة وللأم المعوزة، توسيع الفئات ديال الأطفال بما فيهم المتكفل بهم، ثم تبسيط الاجراءات، لانه هذا هو المشكل الحقيقي في المغرب، هو تعقد وصعوبه الاجراءات ووجود واحد النوع من البيروقراطيه. اذا اليوم الدراسي هو لاطلاع الساده القضاة والمسؤولين ورؤساء كتاب الضبط والمحامين وحتى المواطنين والجمعيات بالمستجدات، ومحاولة تعبئه الجميع للاسهام في هذا المجهود الوطني باش يكون التنفيذ سريع وايجابي وان يصل الى مبتغاه هو التخفيف من معاناة النساء المطلقات وأطفالهن والنساء والأمهات المعوزات. شكرا تبارك الله. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.